لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. اليوم ان شاء الله واحد بسبوسه ما نقولش لكم زوينه بزاف وبسيطه في المقادير والنتيجه روعه. هاي كتجي كتجي مذهبه وزوينه وكتجي طيبه من الجناب وكتجي معلكه معلكه من لعشاق البسبوسه وبدون بيض. والاساس فيها ان ما فيهاش البيض ومقاديرها بساط. تابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله حبيباتي. انا ما حطيتش المقادير، غادي نقول لكم المقادير وغنخليهم لكم في صندوق الوصف وغادي ان شاء الله نخدم وانتم كتشوفوا. عندي جوج كيسان السميده وجوج كيسان الكوك وكاس سنيده وجوج خمارات وكاين الفاني وكاين كاس الزيت وكاين كاس الحليب وكاين كاس الياغورت بنكهه الفاني. ها هو جبته قبيله من الثلاجه باش يلاه بنكهه الفاني. انا ما عنديش الفاني، عندي البنان. غادي ندير هذا وانتم ديروا الفاني الا بغيتوا، وتا هذا كيجي زوين. انا غادي نبدا ان شاء الله دابا. المهم هاد البسبوسه باش كتجي زوينه ما فيهاش البيض. كاين بزاف الناس ما كيبغيوش البيض، حتى انا ما كيعجبنيش البيض الصراحه. شوفوا خرجت سخرت ياك وما سخيتش نحيد الجلابه عشان البرد. واحد نعلي هذه شويه صافي. جوج كيسان ديال السميده العبار كاس العنبه هما، وغندير جوج كيسان ديال الكوك. غير ديروا الكوك حيت كاين ما عندوش مع الكوك، ولكن راه كيجي زوين بزاف. درت معاكم خدمه المعاكس، ما وجدتش كلشي وحطيته، ما بقاش الفرق بيناتنا. حنا ولينا عائله. كاس الكوك لا واحد جوج نخلط النواشف هما الاولين. هادو هما النواشف. غادي ناخذ واحد الفاني، درت هذا زوين مجهد زوين. غادي ندير واحد المعلقه نص معلقه حيت هاد المعلقه عندي كبيره، درت غير نصها صافي. دابا غادي نزيد واحد الفران، درتو البنات سخون على 180 درجه قبيله. دابا غادي نزيد كاس تاع الحليب، حليب ما سخون ما والو. هنا خاصني نزيد واحد السنيده ما نستهاش، خاصني نزيدها. عاد نخلط كلشي. ممكن اللي بغى يدير اكثر من هذا الشيء يدير كيسان كبار. المهم انا درت غير كاس العنبه حتى تخرج لي تبارك الله بركه. ممكن ديروها في مول كبير. عندي كاس الحليب وعندي كاس تاع الزيت. شفتوا الاقتصاد على الماعن باش ما نجلخهمش. درت بجوج كيسان، ولكن بيني وبينكم راه كاين البرد صافي كاع ديك الحداقه تقادات. وعندي كاس الياغورت انا غنجيب باش نخويه. صافي غنبدا نحرك وعيني ميزان. لقيتها باقا، لقيت الخليط باقي شويه قاصح نزيد شويه الحليب. لقيت الخليط صافي هو هذاك نحبس. بقى ما زدتش الخماره البنات، انا شويه غادي نزيدها. غادي نزيد الحليب ماما. هاد البسبوسه راه كنديرها غير عيني ميزاني حيت ما كنبغيش ديال البيض، كندير هادي كتعجبني. ولكن راه اش نقول لكم، راه كتجي مهلكه وكتجي زوينه بزاف بزاف. وكنسقيها باش يقولوا لي بالليمون معصور مع شويه السكر كتجي غزاله. تقريبا درت هنا واحد تقريبا جوج كيسان ديال الحليب صافي. الله يجعل البركه. غادي ناخذ هادو وغندهنهم بشويه الزيت والسميده ورجع معكم. باقا ما درتش الخماره، انا غندير الخماره دابا. دابا غادي نزيد جوج خمارات من فئه 7 غرام اللي هي 14 غرام صافي ونخلط. الا جاتكم البنات قابطه في راسها بزاف زيدوا الحليب، ما تخافوا من حتى حاجه، راه ما يخسر فيها حتى ما يخسر فيها والو.
يعني انتم عينكم ميزانكم بانت لكم راها باقه قابطه في راسها بزاف وشويه عاقده، زيدوا الحليب ما يضيع فيها حتى حاجه. صافي غادي نبدا نخوي هنا في هاد المولات الفرديين. كتفد بالزربه وكتعطش في الطياب كما قلت لكم. العشاق البسبوسه وما كيبغيوش فيها البيض واعره. ملي بغيتو ديروها في مول هي راه شي شويه الخليط يكون كتير، ديروها في مول كبير باش ما تجيكلوش ما طيباش ولا صافي. غنجيب لاطا ونص التفون فيها ونشعل عليها البوطه، نشعل الفران من التحت الطيب وصافي. نعرفها طابت وتحمرت من الجناب، نشعل عليها الفوق باش تاخذ واحد اللويه من ذهب. غنكون انا وجدت ديك الساعه السيرو، السيرو الا كان بارد وكانت هي سخونه واخا. من بغيو نسقيوها انا نقول لكم، من بغيو نسقيوها نقول لكم كيفاش الطريقه. المهم انا غنديرها طيب دابا على درجه الحراره 180 درجه. خديت هنا واحد واحد تقريبا هنا وكاين، خديت تقريبا هنا واحد كاس ونص تاع الليمون، بعبار كاس العنبه او جوج لاروب، المهم القياس اللي غادي يكفيني. هنا غادي ندير واحد نص كاس تاع سنيده. الحلاوه كتبقى على حسب كل واحد، اللي بغى هذاك السائل باش غنسقيو ديك البسبوسه حلو راه غيكثر الحلاوه، اللي بغاه ناقص راه غادي ينقص. انا ما حلوش بزاف، درت تقريبا نص كاس. غادي نردو على عافيه مهيله تدوب ديك سنيده. ولي عندي واحد العصير، واحد السيرو هنا يولي عندي واحد السيرو خاتر شويه، ماشي خاتر بزاف ولكن ثقيل واحد شويه. هذا غيكون بارد وغتكون البسبوسه سخونه، كاين هذا سخون تكون البسبوسه بارده، مهم واحد فيهم ما يكونوش بجوج سخان باش ما تعجنش لينا. ها هي البسبوسه طابت، انا سقيتها غير هنا، هادو طابو هما الاولين حيدتهم سقيتهم وزينتهم بشويه ديال اللوز الفيلي. ممكن تزينوهم ممكن تزينوهم بهذا بالكاوكاو، حيد الجلابه ممكن تزينوهم بالكاوكاو الفيلي، ممكن تزينوهم بالكوك، ممكن تخليوهم غير هكاك. هما تقريبا خرجوا ليا هذوك المقادير، خرجوا ليا 13 بياسه. ها هو ديك السيرو دابا راه باقا سخونه، انا غادي نبدا نخوي عليها فيه. حاجه غنزينها بالكوك كما قلت لكم، ولي عندي شي حاجه غنزينها باللوز وكتبقى سهله ومغالية واقتصاديه والمذاق زوين بزاف ورطبه. صافي بركه وشي لاخر غندير ليه. شديت هذاك اللوز الافيلي وحمرته غير في المقله، هذه خليتها بحال هكا ما درت فيها لا لا السيرو لا كوك لا والو. كاين اللي ما كيبغيهاش، كاين اللي عندي في الدار كيبغى غير سامبل. نوريكم كيفاش تجي طايبه، شوفي كيفاش تجي من الجنيبه ترى كتجي رطبه وزوينه، يعني ممكن تخليوها بلا السيرو بلا والو كتجي زوينه. ها هو اللوين تاعها حرقتني، هذه خليتها تبقى هي الاخر. صافي كما كتشوفوا حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا. طاتني 12 حبه وهادو راهم كبار، انا عندي ما عنديش دوك المولات الصغار، يعني الصغار تعطيكم شحال من وحده وماشي مشكل. يدخل النص، دخلوا النص يطيب عاد تخرجوه ودخلوا النص الاخر ما تيطرى فيها والو. هذه راه كانت بقات ليا، هذه كانت بقات هي طيبتها جات زوينه. هذاك اللي كيجي هكاك مشوك راه الكوك كيجي مشوك فوق الحب، تيجي هكا كيجيش السطح ملس، كيجي هكا كما تنقولوا مشوك نيت. هذاك الكوك هو اللي كيعطيها هذا المنظر. تبغوا تحيدوا هاد الحديده حيدوها بشويه، هاي كيف تيجي اللون ديالها من هنايا. هاي حتى هي اللي بغاتها ريحانه، شفتوا شحال زوينه كي جات نهيله. دابا نهيله اللي كتذوق ولا مره كيدير، المهم الواحد كيجي داكشي اللي كيبغي. نهيله عز عليها الحلو كتجي الحلو، مصطفى كيعزيه الملح كيجي الملح، ولكن
ولكن زوينه. بالنسبه اللي بغى يسقي ممكن ديروا الماء والسكر، ممكن ديروا الحليب والسكر، سقيو باش ما بغيتو هكا. ريحانه هاد الاشكال اللي درتي انتي ما ممكن يبدلوهم. نبغي نقول لكم غير واحد الحاجه، بالنسبه اللي ما تيبغيش الكوك ممكن يدير كلشي سميده، يدير 4 كيسان ديال السميده، هي كتجي مزيانه. والحليب غادي تزيدوا عينكم ميزانكم. هنا غتكون سالات الوصفه ديال اليوم. ان شاء الله الى وصفه قادمه. خليت لكم الراحه وفي امان الله.